السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. اهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد مع هيثم معوض على قناة كوكب التكنولوجيا. لو بتدور على وايرلس مايكروفون يكون سعره مش غالي وفي نفس الوقت تقدر تعتمد عليه في صناعة المحتوى، فانت دلوقتي في المكان الصح، لان بمنتهى البساطة اشتريت وايرلس مايكروفون من علي اكسبرس ولقيت ان في مفاجأة لازم اقول لكم عليها. هشرح لك تجربتي بالتفصيل، بس قبل ما نبدأ انزل دلوقتي اعمل لايك للفيديو واشترك في القناة وفعل الجرس عشان تبقى معانا في كل الفيديوهات اللي جاية. اهلا وسهلا بيكم مرة تانية على قناة كوكب التكنولوجيا. بعد ما وصلني المنتج وحسبت تكلفته بالكامل، اجمالي السعر ومصاريف الشحن والجمارك، لقيت ان ده احسن وايرلس مايكروفون تقدر تشتريه بالسعر ده. هو في فاين M9، ده عبارة عن وايرلس مايكروفون احترافي جدا. تعالوا نفتح العلبة ونشوف محتوياتها. لما تفتح العلبة اول حاجة طبعا هيقابلك المانيوال، بعد كده هيقابلك هارد كيس مكتوب عليها في فاين. دي شنطة مضادة للصدمات عشان تقدر تحمي فيها الميكروفون بتاعك وانت بتتنقل بيه، وعايز اقول لك ان هي لما كل حاجة في الميكروفون فمش هتحتاج تاخد معاك اي حاجة تانية. لما تفتح اول حاجه هيقابلك جواها هو المايك، كمان بيجي معاه كابل تايب سي تو اي عشان تشحن بيه، زائد 2 فلتر او ديد كات عشان لو بتستخدمه في الهواء. كمان بيجي معاه 3 وصلات عشان تقدر تستخدمه مع اي حاجه انت عايزها. فاول وصله هتخليك تقدر توصل المايك مع اي كاميرا بروفيشنال، وتاني وصله عشان لو حبيت تستخدم المايك مع موبايل من خلال الجاك 3.5 ملي. اما لو الموبايل بتاعك ما فيهوش الجاك 3.5 ملي، فهتقدر تستخدم الوصله الثالثه عشان توصل المايك باليو اس بي تايب سي. لما بتفتح العلبه بتلاقي 2 مايك وشكلهم ظريف جدا، تحس كده ان المايك بيضحك في وشك، حاجه كده تخليك تحس بتفاؤل. كل مايك من الاثنين في ظهره فيه كلاب مكتوب عليه في فاين، وفي 2 LED عشان تقدر تعرف حاله البطاريه وتعرف المايك متوصل ولا لا. على اليمين هتلاقي فيه زرارين، الزرار الاولاني عشان تقدر توصل المايك بالريسيفر، والتاني عشان تقدر تفعل الاي ان سي او الاكتيف نويز كانسليشن او تفصله، وعلى الشمال هتلاقي زرار باور عشان لو حبيت تشغل المايك او تفصله بشكل كامل، ومن فوق الجريل اللي بيعدي منها الصوت. واكتر حاجه مميزه في المايك ده ان كل مايك فيه مدخل تايب سي، وده طبعا عشان لو حبيت تشحنه بعيدا عن الكيس. بالنسبه للريسيفر برضه هتلاقي في ظهره فيه كلاب مكتوب عليه في فاين، من فوق هتلاقي شويه LEDs عشان تديك انديكيتورز عن حاله المايكات، هل هي متوصله او لا، وهل انت بتستخدم المونو او الاستيريو. على اليمين هتلاقي مخرج 3.5 ملي وزرارين، طبعا المخرج ده عشان توصل الوصلات اللي جايه معاه مع الموبايل او الكاميرا، واول زرار عشان تقدر توصل المايكين او مايك واحد زي ما انت عايز، وتاني زرار عشان تبدل بين المونو والاستيريو. اما بالنسبه للشمال هتلاقي 3 زراير، اول زرار هو زرار باور عشان لو حبيت تشغل المايك او تفصله بشكل نهائي، والزرارين التانيين عشان تقدر تتحكم في قوه الصوت لكل مايك بشكل منفصل. كمان الريسيفر فيه يو اس بي تايب سي عشان تقدر تشحنه بعيدا عن الكيس. كل مايك في الاثنين جواه بطاريه 150 ملي امبير بتشغله 6 ساعات، والريسيفر جواه بطاريه 280 ملي امبير فبتشغله 12 ساعه. اما بالنسبه للكيس فجواها بطاريه 1200 ملي امبير، فتقدر تشحن المايكين والريسيفر مرتين كاملين. بالنسبه للمواد المستخدمه في التصنيع انا شايف ان هي مقبوله جدا، كمان الماجنتيك اللي في الكيس قوي جدا والحاجات دي ما بتقعش منه. كل الكلام اللي احنا قلناه ده زي الفل، بس اهم حاجه تهمك في المايك هي جوده الصوت، فعشان كده انا قررت اروح لاكتر مكان فيه صوت عالي جدا عشان نجرب مع بعض جوده الصوت. زي ما انتم شايفين دلوقتي ده صوت الميه، الصوت القوي اللي انتم سامعينه ده هو صوت الميه. انا لحد دلوقتي لسه ما فعلتش الاكتيف نويز كانسليشن، فهفعله دلوقتي عشان نعرف. وكده انا فعلت الاكتيف نويز كانسليشن، واعتقد كمان الفرق واضح جدا. اكتبوا لي برده في التعليقات ايه رايكم في الاكتيف نويز كانسليشن، هل هي فعلا ميزه فعاله ولا الكلام ده اي كلام؟ ودلوقتي يا شباب انا جيت المكان ده عشان اجرب حاجتين، الحاجة الاولانية ان احنا نجرب الاكتيف نويز كانسليشن، والحاجة التانية ان احنا نجرب الرينج بتاع الوايرلس. فانا هبعد دلوقتي عن الكاميرا عشان نشوف هل فعلا الموضوع هيوصل معانا لحد 50 متر ولا الكلام ده هيكون بلح يا معلم. كمان انا لحد دلوقتي ما فعلتش الاكتيف نويز كانسليشن، فانا هفعله دلوقتي عشان نعرف الفرق. وكده الاكتيف نويز كانسليشن اتفعل، بيتهيألي الفرق واضح. ف انا لسه هبعد كمان، يعني بيتهيألي كده برضو احنا يعني لسه شويه. طبعا عايزكم تكتبوا لي في التعليقات بقى انتوا سامعيني دلوقتي ولا لا، انا طبعا لحد دلوقتي لسه ما سمعتش حاجه ولسه ما شفتش حاجه. المايك لحد دلوقتي مش ما يعني لحد دلوقتي هو لسه متصل، ما باينليش ان هو فصل الاتصال، بس مش عارف جوده الصوت هتكون عامله ازاي. فاكتبوا لي بقى في التعليقات ايه رايكم في صوت الميكروفون. وبالتالي كده احنا وصلنا ل 50 متر او ما يقرب من 50 متر، والمايك لحد دلوقتي ما ظهرليش ان هو فصل. انا كده برجع تاني
مش عارف بقى جودة المايك عاملة ايه وجودة الصوت عاملة ايه، فاكتبوا لي بقى في التعليقات ايه رأيكم في جودة الصوت والكلام ده كله. بالنسبة لرأيي في المنتج، فأنا شايف إن جودته عالية جدا، خصوصا لما تعرف سعره اللي هقولك عليه في آخر الفيديو. فلو أنت بتدور على وايرلس مايكروفون احترافي تقدر تعتمد عليه في شغلك، فأنا برشح لك المنتج ده بشدة. أما لو بتدور على واير دايناميك مايكروفون، فشوف الفيديو اللي هيظهر دلوقتي في علامة الآي اللي فوق. أكتر حاجة بتميز شركة في فاين إنها بتديك جودة عالية جدا في الصوت، وفي نفس الوقت بتكلفة مقبولة جدا. يعني مثلا المايكروفون ده يقدر ينافس مايكروفونات تانية بأضعاف سعره. سعره 66 دولار وتكلفة الشحن 15 دولار، يعني الإجمالي حوالي 4050 جنيه. عملت له إجراءات عرض الاتصالات ودفعت له جمارك 200 جنيه، يعني الإجمالي 4250 جنيه. وعايز أقول لك إن ده سعر كويس جدا بالنسبة لإمكانيات الميكروفون. لو حبيت تشتريه هسيب لك الرابط بتاعه في التعليق المسبق، وهسيب لك كمان كود لو استخدمته هيديك خصم كويس جدا. ولو استفدت من الفيديو ما تنساش تنزل تعمل لايك وتشترك في القناة وتفعل الجرس عشان تبقى معانا في كل الفيديوهات اللي جاية. بشكركم جدا لاستماعكم وبتمنى أكون فدتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.